أهلا بكم، أهلا بكم جميعا في بودكاست زمن الجاهلية. سوف نخرج الآن السلاح المايك وسوف نرى المتحدثون معنا. شاروخان اسمي ربيع. شباب احد طالب. لا اله الا الله، والله والله استغفر الله العظيم. عبد الله الحربي و مجدي عبد الغني. اذا اسمع دجاج اذا بتطلع الثعبان علمني متى. نستمع الى شباب. لا احد يعلق، لا احد يعلق. نبدا يا شباب بدون تعليقات. نشكر كاشير مطعم هندي الجميل. بدون تعليقات شباب. رياض ابن خبران، اهلا بكم معنا في بودكاست الجاهلي. باسمي واسمكم ارحب بال ال ال الشخص. تفضل. انا الذي نظر الاعمى الى وجهي. ماذا؟ واسمع انفي من به كلجوا. قصيدة يا ابن الصراع عن اسمي. حسنا حسنا، لقد قلت كلاما ليس لك. وإنما لمن؟ اخرس. بخ بخ، ولماذا تقول لي اخرس؟ أيها ال شباب الشخص بخ. أبشر أبشر. دز أمها. أبشر. سوف أسألك سؤالا قديما. أيضا السؤال قديم؟ نعم، ونحن قدماء. نعم. ماذا قالت العرب عنك أيها؟ لقد قالوا كلاما كثيرا. إي والله. إي والله. نعم. قسم بالله، هيا قول. لقد دعتنا العرب، أو دعانا الغرب. الله أكبر. بغزاة العالم. أيوة. نحن إذا قام منا رجل قامت دول. الله 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 الله. ألم يقول لك في السابق أننا نحن العرب؟ شباب الفيديو بطيء. من لنا هذه اليد؟ لا تحدثني بهذه اللهجة. ولماذا أحدثك بهذه اللهجة؟ اجلس اجلس اجلس. لا تعصبني. اجلس 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 اجلس. إلى الآن حتى هذه اللحظة لم أتمالك نفسي. فلتسألني من أين أنا لكي أخبرك. أحسنت. نعم. سوف أسألك سؤالا. تفضل. ما رأيك في بودكاست قديم؟ إنه بودكاست جميل. أحسنت. فيه من المعاني ما الله به عليم. ما شاء الله تبارك. وأنت الله. وأنت يا عبد الله والله العظيم إنسان كريم، فيك من الخير والبركة. خذوا عقلك. ما الله به عليم. الله خذوا عقلك. صفقوا له صفقوا له صفقوا له. ما اسمك؟ قلت لي اسمي ربيعة ابن كلثوم. ما شاء الله. ألم تسمع عني في المعلقات الست؟ لا، هي سبعة لكن عندي ست. ما شاء الله. أجل، أنا عندي لك فكرة. تفضل. ما رأيك أن نتبارز؟ وما هذا الطقم الذي أنت لابسه؟ أتضحك على طقمي؟ والله أضحك كثيرا. ما هذا؟ ألا تعلم أن هذا الطقم غالي؟ وأتينا به من بلاد بعيدة. وما هذه البلاد التي تلبسك الأخضر على البني؟ أحدثك عن الأوتفت حقي؟ فلتتفضل. أوتفتك كلها من المستودع، ليس بالجميل. الله يخلي أبو علي، والله ما قصر. ما قصر. ولكنك لم تذكر لي من أين أنت ومن أنت. أنا من قالت عنه العرب ولا شيء. ولا شيء؟ أنت من قالت عنه العرب ولا شيء؟ نعم. فإننا بيننا وبينكم ثأر،
لا يعلمه إلا أنا وأنت أيها ال... ولكني دقيقة واحدة فقط لن أبرح هذا المكان حتى أخذ بثأري في هذا البودكاست. والله 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 ما عندك ما عند جدتي. فلتنتظر يا رياض. لا أستطيع الانتظار. سوف أرشك. لا لن ترش. لا 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 تستخدم لا 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 خنبخ لا 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 تحية تحية لهم يا شباب الله يعطيهم العافية والله علي ما نحن نتكلم الله يعطيكم العافية والله بخ ينبخ معلش ما سوى الموضوع شباب تبون خلاص لا بالله عليك يا شباب ممكن نجلس جد يا هو الزفة متى هذا هندي في الابتدائي اقعد يا فريقين نقعد يا الفهيد ارتباط باط فريق قاسم محمد الفهيد ارتباط باط